بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم. بداية كده، الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، ولكن معاهم أحيانا بيفسد، ولأنهم هم الحاجة الحلوة في حياتنا، ولأن هم دايما بيقولوا لنا جيلكم وإحنا بنقول لهم المراهقة. فحبيت إن أنا أستضيف ضيوف النهاردة منهم هم عشان يتكلموا بلسانهم، وليهم مطلق الحرية يقولوا اللي هم عايزينه. أحب بس أعرف في البداية كلمة المراهقة إن هي ما هياش جاية من الإرهاق، ده هي جاية من كلمة راهق، ودي معناها في اللغة العربية الوصول للي أنت عايزه. خليني أرحب الأول بضيوفي روان، ازي حضرتك؟ أولى جامعة، أيوة، جنى تالتة إعدادي، صوفيا تانية إعدادي، وأخيرا يوسف أهلين تانية ثانوي. أهلا وسهلا بيكم، ازي حضرتك؟ نورتوني. خليني بقى اقول، انتوا الاول الطريق النهارده كان عامل ايه معاكم؟ كويس، كان كويس. المطر امبارح كان مغرق الدنيا بكتير ما كنت فاكر، مش كده برضو؟ مع انهم قالوا النهارده هيبقى في مطر، بس نتمنى ان شاء الله ان الدنيا تبقى اخف من امبارح شويه ان شاء الله. احنا على ايامنا لما كانت الدنيا بتمطر كنا نجري على البلكونات ونجري نتفرج على المطر، ونبقى عندنا احساس حلو قوي ان احنا قاعدين بنتفرج على المطر. انما دلوقتي بشوف، بلاحظ ان الكل بيجري على السوشيال ميديا ويلقط صور عشان يعرضها على الاكونتات بتاعه. خليني ابدا معاك يا صوفيا، السوشيال ميديا هل ينفع ان انا احط عليها كل حاجه؟ هو السوشيال ميديا انت ليكي كل الحريه ان انت تنزلي اللي انت عايزاه وتقولي اللي انت عايزاه، بس انا شايفه ان برضو لازم يكون في برايفسي ليكي، يعني مش ما تنشريش اي حاجه كده. طيب البرايفسي، مين فيكم الاكونت بتاعه بابليك؟ انا بابليك. ليه بقى يا يوسف؟ هي اولا تفرق جدا من ولد لبنت، بس انا كولد يعني مفيش حاجه اخبيها، مش ملوش لازم نخليه برايفت. هي تفرق من ولد لبنت في مجتمعنا، وده شيء حلو ان احنا بنحافظ على الخصوصيه بتاعتنا. طيب انت في السن ده يا يوسف، يعني موضوع السوشيال ميديا ده مهم بالنسبه لك؟ انا في طبيعتي مش بنشر قوي، انا بستخدمه بس طريقه التسليه، يعني اسلي بيها وقتي، بس انا في طبيعتي مش بنشر كتير عليه. يعني التسليه، مين فيكم اكتر واحد مستخدم السوشيال ميديا؟ انا. جنى. جنى، ايه الابس اللي انت بتستخدميها؟ انستغرام، تيك توك، واتباد. ايه اكتر واحد فيهم؟ ما اظنش ان انا اقدر ان انا اختار، يعني الثلاثه زي بعض. بتمثل لك ايه يعني؟ يعني ايه اللي بتحسي بيه وانت قاعده بتقضي وقتك على السوشيال ميديا؟ هي السوشيال ميديا تقدر ان انت تستخدم، يعني تستخدمها لكذا مجال. يعني هو ممكن انا اقعد السوشيال ميديا ان انا استفاد، ممكن بس تسليه، بس معظم الاوقات بيبقى تسليه. روان، متهيألي الموضوع اختلف معاكي شويه دلوقتي. يعني مش كتير، يعني ساعات بس مثلا تيك توك اتفرج، بس الواتساب شويه، الفيسبوك برضو شويه، لكن مش على طول 24 ساعه عليه يعني. روان، انت طبعا كنتي احد ابطال الثانويه العامه السنه اللي فاتت. صح، لان عدينا طبعا بفتره صعبه قوي قوي. احكي لي كده عن الفتره دي، قضيتيها ازاي، فتره الثانويه العامه والكورونا والقلق؟ هي كانت صعبه وكانت مفاجاه لينا طبعا، بس يعني حاولنا بقى يعني نتاقلم في الموضوع، بس هي كانت صعبه جدا لان المدرسين طبعا مش فاهمين حاجه، وفجاه واحنا وقعنا في النص، وكان فاضل مثلا عن الامتحانات كام شهر، فلسه ما خلصناش، فلو كله مع بعض، فلو طب ماشي شكرا. يعني طبعا يعني ممكن يعني اكتر سنه قلق فيها طبعا غير اي سنه. خوفك كان على ايه؟ المجموع. انت دخلتي ايه؟ انا دخلت جورجيا جامعه. طيب القاهرة. الكليه اللي انت دخلتيها روان، اختيار ولا اجبار من الاهل؟ لا، اختيار. اختيار من زمان ولا ثانويه عامه هي اللي واجهتك؟ لا، من زمان. انت كليه جورجيا. التخصص بتاعك بزنس. بزنس، انت حباه من زمان؟ طب يوسف، قولي، انت كنت بتقولي قبل البرنامج، بقول لكم انتوا ايه الخوف اللي انتوا بتحسوا بيه، فقلت لي جمله عجبتني قوي، ان انا دلوقتي قراراتي هتحدد مستقبلي، قرار غلط ممكن يعني يغير حياتي 180 درجه، فده بس الخوف كله يعني. يوسف، انت كنت تقريبا خارج مصر قبل كده؟ جيت في اولى اعدادي، كانت اول سنه في مصر. اول سنه في مصر كنت في ابو ظبي تقريبا. طيب يوسف، انت كنت بتتعامل مع الناس هناك وفجاه جيت هنا مصر، ايه الفرق اللي انت حسيت بيه في سنك يعني؟ يعني اكبر فرق طبعا عادات والتقاليد بتاعت هنا، حاجات مش متعود عليها، طرق الكلام، الحاجات دي كلها. كنت حاسس يعني ايه اللي بيميز مثلا هناك وانت كنت مستريح له لما جيت هنا؟ هنا اولا تحس الناس كلهم فريندلي مع بعض، اللي انت حتى لو حد ما تعرفوش هتلاقيه فريندلي معاك جدا،
يعزمك اللي هو عزومه مركبيه ايه ولا اسمها ايه؟ عزومه مركبيه. ايوه عزومه مركبيه. الشعب المصري. ايوه. اللي معروفين بيه. يعني انا اصلا اول ما جيت في اول سنه رحت احلق لقيت الراجل قال لي خلي، فمشيت وسبته. فمشيت وسبته ما كنتش فاهم حاجه، فبعديها رجعت يعني قال لي فلوس وكده فاديتها له. دي بس اكبر مشكله يعني، اكبر مشكله ان انا ما اعرفش المفروض اعمل ايه. بس اما هناك كل حاجه بروفيشنال يعني. الجمله باجابتها مفيش بقى حاجات مفروض ابقى عارفها او مفروض ابقى بعمل ايه برد على جمله معينه، فاهم قصدي؟ طيب قدرت تعمل هنا يعني انت طبعا لغايه اولى اعدادي طبعا كل عمرك كله هناك وكان ليك اصدقاء وكان ليك حياه كامله، قدرت هنا تعمل اصدقاء؟ انا الحمد لله يعني سهل قوي ان انا اعمل اصدقاء، بس هو طبعا يعني كنت مختلف جدا عن الناس كلها فعشان كده كان صعب، بس اول ما بدات اتعود على الجو هنا وكده تاني اعدادي يعني كنت كويس جدا. قدرت تتاقلم على الموضوع؟ قدرت اتاقلم، لان دلوقتي دي خامس سنه ليا هنا، فيعني انا دلوقتي تمام جدا احسن من هناك كمان. يعني انت مستريح هنا وسط اهلك يمكن تقريبا؟ ناس كتير مش بيلاحظوا موضوع اللي هو الفرق ان انت وسط اهلك، يقول لك انا لسه سافر، بس انت يعني كواحد كان هناك ورجعت تفرق جدا. بالظبط، لان في السن دون متهيألي انتوا فكره السفر وفكره التواجد بره مصر ده بيشدكوا اكيد يعني. روان فكرتي ان انت تسافري بره بعد ما تخلصي تعليمك مثلا، ان انت تسافري عايش بره يعني؟ لا ما خدت يعني نفسي، بس يعني مش هعمل الستيب دي يعني. ممكن اقعد افكر فيها شويه قبل ما افكر ان انا اعيش هناك خالص طول عمري. وكمان من يعني ممكن اهلي ما يجوش معايا. خلينا موضوع الاهل ده ليه عامل كبير جدا يعني. طيب لو خدنا منك الكلمه يا يوسف، موضوع الاصدقاء، انت قلت لي ان انت هنا كان بسهوله ان انت يعني عملت اصدقاء كتير ورجعنا لصوفيا. اصدقائك يا صوفيا ايه اللي بيمثلوه بالنسبه لك؟ يعني ايه الحاجه اللي بتحس ان انت بتعني لك كلمه الصداقه؟ هما صحابي بالنسبه لي هما كل حاجه. هو ان انت تكون قاعد كده وعارف ان انت عندك صحاب يبقوا واقفين جنبك على طول معاك، بيفهموك، تقدر تحكي لهم. هو ده دي حاجه حلوه قوي وشعور حلو قوي بجد. ويعني صحابي بجد يعنوا لي حياتي كلها. فعلا. طب جنى لو عندك مشكله امتى بتحكي المشكله لاصحابك وامتى المشكله لازم تتوجهي فيها لاهلك؟ هو على حسب حجم المشكله شويه يعني. هو لو حاجه اقدر ان انا احلها، حاجه بسيطه ممكن انا احلها مع صحابي، حاجه في المدرسه، حاجه خصوصيه، مش عارفه ايه، ممكن انا اروح لاصحابي ممكن احنا نحلها احنا مع بعض. لو المشكله كبرت معاكي؟ لا لو المشكله كبرت لازم اروح لاهلي، عشان خلي بالك هم برضو عندهم خبره شويه. وخلي بالك انت مهما كان صحابك يعني هم دلوقتي هم بيمروا بنفس المرحله اللي انت بتمري فيها دلوقتي، بس انت اهلك هم خلاص هم عندهم الخبره طبعا. عندهم الخبره وخلاص مروا بالمرحله دي، فهم عارفين الصح من الغلط. روان انت بالنسبه لك الوضع برضو مختلف. انت بصي يا روان، هو احنا بنبدا بسن 13 سنه اللي هو بدايه المراهقه وبننهي عند 19 سنه اللي هي بدايه مرحله الشباب. مين كان في الفترة اللي انت مريتي بيها فترة المراهقة مين كان اقرب واحد ليكي؟ ماما. سرك معاها؟ كل اسرارك؟ كل حاجة. لا هي كانت قريبة مني قوي خصوصا ثانوية عامة، لان طبعا احنا كنا في ازمة كبيرة، فهي اللي كانت جنبي اكتر واحدة. ربنا يخليها. يوسف اقدر اقول مين قدوتك؟ مين قدوتي؟ انا يعني مفيش حد في دماغي قوي دلوقتي، بس بابايا يعني بقتدي بيه جدا عشان هو عارف يصنع نفسه من ولا حاجه. فعارف يصنع نفسه يعني، وطبعا عشاننا يعني، هو ما صنعش نفسه عشان نفسه، هو اكتر عشاننا احنا، عشان يعمل لنا مستقبل احسن. طب يا يوسف في السن ده انا بسمع كتير في سنكم ده دلوقتي بيقول انا ممكن اشتغل او انا حابب ان انا اشتغل وكده كده الشغل هيجيب لي دخل فمفيش داعي للدراسه، هل انت فكرت في موضوع الشغل ده؟ لا هو الدراسه بالنسبه لي ممكن تكون اهم حاجه يعني، يعني حتى عشان تبقى مثقف وعشان تعرف تشتغل اللي انت عايزه. عشان هو دلوقتي الناس بتقول ايه؟ بتقول ان كل اللي شايفينه اليوتيوبرز اللي بيحققوا مكاسب كتيره جدا، الناس اللي عندها فولورز كتير مثلا، فبيقول لك طب انا ليه ادخل جامعه؟ الدراسه، الدراسه ايه؟ يعني ايه ميزه الدراسه بالنسبه لك؟ ومش بتكلم على الدراسه الاكاديميه، انا بتكلم على تعميم عام يعني، ان الواحد يفضل يدرس ويتعلم طول عمره. الدراسه ثقافه واعرف يعني استخدمها في حياتي اليوميه. ما بقاش مثلا ماشي اشتري حاجه محتاج كالكوليتر عشان احسب الباقي. يعني انت لو ما درستش حاجه طول حياتك الموضوع هيبقى صعب، مش عارف تقرا، مش عارف تحسب يعني. بيبقى احسن طبعا لو انت مثقف يعني، حتى لو انت مثقف ودرست بس ما دخلتش مثلا كليه طب او كده، بس يعني هتبقى لسه مثقف، هتستخدم ثقافتك في حاجات تانية. بالظبط كده.
طيب صوفيا، احنا كنا بنتكلم على موضوع التكنولوجيا، وقلتي لي ان التكنولوجيا احيانا بيبقى لها اثار كويسه واحيانا بيبقى لها اثار سلبيه. زي ايه مثلا؟ يعني التكنولوجيا دي بتمثل ايه مثلا؟ امتى اقول التكنولوجيا دي حاجه كويسه وامتى اقول لا دي دخلت في سكه الحاجه اللي مش كويسه؟ هي التكنولوجيا والسوشيال ميديا عامه هي ليها برضو يعني سبب في التعليم برضو، يعني انت كانك بتتواصلي مع العالم اللي بره مع الناس كلها على اب مثلا او كده، يعني مثلا لو على انستغرام او فيسبوك انت ممكن توصلك الاخبار ايه اللي بيحصل بره، في ايه هناك وكده، التواصل كده مع اللي بره في خلال اب وكده. او ممكن برضو لو انت قعدتي عليها فترة طويلة او كده ممكن تؤدي الى يعني سلبية شوية او كده. زي ما جنى قالت لي، انت قلت لي ان انت بتقنني موضوع الـ استخدامك للموبايل دلوقتي مثلا. هل انت مثلا الوقت كله قاعدة على الموبايل ولا لا؟ ما لازم يكون في يعني ان احنا ننظم الوقت شوية على السوشيال ميديا عشان هي برضو بتضيع الوقت. دور الاهل ايه في موضوع الموبايل ده؟ هو يعني هما دورهم ان هما يوعوك ان هو ممكن السوشيال ميديا دي ان هي تقلب حاجه غلط، ان هي ممكن تكون ضرر. ساعات لما مثلا هو دايما بيعاقبوا بموضوع الموبايل ده، انا مش عارفه ليه، بس يعني هي برضو نقدر يعني ان هما حاجه على ايامهم، هما ما كانش عندهم السوشيال ميديا ده، فهم مش فاهمين احنا ليه متمسكين بحاجه زي كده، عشان هي على ايامهم على قد جرايد. بس متهيألي دلوقتي بقت تمثل عامل كبير في ثقافتكم وفي تعاملكم. طيب نرحب بدعاء معانا. اهلا وسهلا يا دعاء. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. عامله ايه؟ مسلمه على حضرتك والله. الحمد لله يا حبيبتي. انت عندك كام سنه يا دعاء؟ عندي 17. طالبه في جامعه ولا لسه في ثانويه عامه؟ لا في ثانويه عامه. في ثانويه عامه، بالتوفيق يا رب ان شاء الله. دعاء قولي لي ايه اكتر حاجه بتعاني منها وانت في السن ده؟ حاجه معينه يعني في التواصل مع الناس، في حلمك مثلا في دخول كليه معينه؟ انا يعني احنا بيبقى لنا هدف ممكن الناس يبقوا شايفين ان احنا مش هنعرف نحققه او كده. وانت بتعملي ايه بقى ساعتها؟ لا يعني لو خدت الكلام قدامي هدف هقدر احققه ان شاء الله واوصل للحلم اللي انا عايزاه. ليكي اي سؤال للشباب اللي معانا؟ لا والله لسه، موضوع الحلقه النهارده والله عاجبني جدا، والتكنولوجيا والحاجات دي حلوه قوي. انا سعيده جدا باتصالك يا دعاء، وخليكي معانا كملي معانا بقيه الحلقه. نرجع ليوسف. كنت قلت لي يا يوسف ان الخوف بالنسبه لك ان انت مثلا خايف ان انت ما تدخلش مثلا الكليه اللي انت عايزها، خايف من ان انت ما تحققش الحلم اللي انت عايزه. بالظبط. طب يوسف احنا هنا بنعاني من موضوع المجموع في ثانويه عامه. اوكي، طب نفترض ان انت ما قدرتش تحقق حلمك، ايه هيبقى احساسك ايه مثلا او هتعمل ايه؟ طبعا يعني هبقى ديسابوينتد قوي من نفسي، اللي هو انا يعني كان المفروض اذاكر اكتر ايا كان بقى، ايا كان السبب، واكيد هلوم نفسي في الاخر ايا كان. فيعني هضطر بقى يعني حلمي او اللي انا عايز اعمله هضطر الاقي حاجه تانية. طيب هل من السهل يا روان ان انت مثلا ما كنتيش دخلتي الكليه اللي انت عايزاها؟ هل من السهل ان انت مثلا يبقى سهل ان انت لا انا خلاص ما دخلتش دي هدخل حاجه تانية، ولا الموضوع بالنسبه لي كان هيبقى ايه؟ صعب، بس ممكن الاقي نفسي في حاجه انا اللي انا مثلا كنت مختاراها، ممكن ما لو كنت دخلتها ما كنتش الاقي نفسي، فدي ممكن تكون ان شاء الله من ربنا ان ادخل حاجه تانية هبقى احسن من اللي انا كنت عايزاه، فدي برده هتبقى حاجه بوزيتيف انرجي يعني تحفه، يعني انا بقى اتحسنت بحاجه انا كنت في مخيلتي ان دي لا هي في الاخر يعني البوزيشن تحول حاجه تانية خالص، فبقى احسن ونجحت فيها وراضيه بيها. بالظبط، ولا هبقى راضيه لان انا نجحت فيها، انه ما كنتش متوقعه دي حاجه ما كنتش عايزاها وفجاه نجحت فيها وبقيت شاطره فيها جدا. ده احساس بالنجاح، احساس حلو. بالظبط. طب يا يوسف خلينا نمسك حته احساس بالنجاح، هل مثلا انت ايه اكتر حاجه حسيت ان انا قدرت ان انا اعمل الموضوع ده حققته مثلا؟ قدرت، كان في تحدي بالنسبه لك؟ انا فخور جدا ان انا عرفت اتاقلم، عشان وانا هناك كان مثلا اي حد يسافر مصر ويرجع يقعد يشتكي ومش عارف، انا كنت خايف جدا، بس يعني اولا طلعت مش وحشه زي ما كل الناس بيقولوا، بس كون ان انا عرفت اتاقلم دلوقتي وبقيت احسن ما كنت هناك، دي بصراحه انا فخور جدا من نفسي فيها يعني. برافو عليك.
لو احنا سألنا في روان بالذات عشان انت اللي هتدينا الخبرة كلها، روان كان هل في كان اي مثلا احتكاك بينك وبين اهلك في اختلاف مثلا وجهات النظر مثلا في الفترة دي؟ يعني هل انت كنت عايزة حاجة اهلك كانوا معترضين عليها؟ التفاهم بينك وبين اهلك كان ازاي؟ هو على حسب الموضوع، يعني لو موضوع مثلا صعب وانا شايفاه اللي هو لا مش مستاهل مثلا وهما شايفين وجهة نظر تاني، لا بنحاول نتفاهم شوية ونحاول لبوينت، يعني نوصل لبوينتس معينة ان انا احنا الاتنين راضيين. ممكن مثلا انا بابايا يبقى راضي على فكرتي، مامتي لا، فخلاص لا، يعني نحاول نقنعها ونديها تشويس تاني ان انتي لا، يعني اقتنعي ان دي مثلا صح او دي هترضي احنا التلاتة، يبقى في تفاهم احسن من ان انا خلاص لا وجهة نظري وامشي خلاص. عانيتي من الموضوع ده وانتي صغيرة؟ لا مش قوي. يعني كنتي متشبسة بحاجة معينة؟ لا لا. طب روان انا في سر اعرفه عنك، اوكي؟ انا عارفة ان انتي كنتي طلبتي من اهلك ان انتي يبقى عندك كلب صغير وهم كانوا معترضين، عشان تعرفي احنا وصلنا للسر ده، وهم كانوا معترضين، اوكي؟ عملتي ايه؟ هسيبك انت تحكي الحكايه دي. لا يعني انا قلت لهم اولا هم اصلا كده كده بيخافوا اصلا، فلا انا هنهتم بيه وهعاني بكل حاجه ومحدش يعني هقرب له، انا هبقى مسؤوله عنه. هم في الاول لا طبعا عشان ما ينفعش ومش هتعرفي ومش عارف ايه، لا انا هعرف ومكوش دعوه انتوا انا هتصرف. وفي الاخر جبنا الكلب وانا دلوقتي المسؤوله عنه، اللي شايلاه واثبتت لهم ان انت كان قرارك صح. لا فعلا يعني انا بعمل له كل حاجه بقى، وفي الاخر يعني هم خلاص اللي هو تمام اقتنعوا. اقتنعوا خلاص انت مهتمه بيه، لان مش عايزين يجيبوا روح ونتبع. بس هم روان ما اقتنعوش غير عشان انت اثبتت لهم كده، صح؟ هم ما اقتنعوش اللي هو ماشي خلاص هجيبها لك ونشوف، يعني فاللي هو لا خلاص تمام، فلو يلاقوا الدنيا تمام عشان اثبت لهم ان انت قد المسؤوليه. وده 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 شيء على فكره بيسعد الاهل جدا، يعني حته ان انا اعترض كأم على حاجه وبعد كده الاقي ابني مثلا او بنتي اثبت لي ان هو قد المسؤوليه، ده شيء بيرفع. او هو شايفين كمان ان لا انت مش هتعملي كده، يبقوا شايفين لا انت مش هتعملي، وانا من جوايا لا انا هعمل. انا روح التحدي دي بتبقى موجوده فيكم حلوه يعني. لا انا هعمل، انت لا انت مش هعرفك انا هعمل، فلا مش هتعملي، فاللي هو خلاص ماشي نشوف. بس انا عايزه اقول لك ان احنا بنفرح جدا جدا لما بنلاقي ابننا او بنتنا على قد المسؤوليه فعلا، وطلع ان كلامه هو اللي صح. طيب خلينا نرحب بمنى من الجيزه. اهلا يا منى. اهلا بحضرتك. اهلا حبيبتي، ازاي حضرتك؟ عامله ازيك؟ الحمد لله. منى عندك كام سنه؟ عندي 18. 18 دخلتي كليه ولا لسه؟ لا لسه، السنه الجايه. بالتوفيق يا رب ان شاء الله، يعني برضو ثانويه عامه. منى ايه الرساله اللي تحبي توجهيها لاهلك؟ لاهلي؟ يعني انت في سنك دلوقتي في فتره زي ما احنا قلنا او زي ما موضوع الحلقه احيانا بيبقى فيه اختلاف مثلا من وجهات النظر، احيانا بتختلفي مع اهلك في حاجه، ايه الحاجه اللي بيبقى نفسك تقوليها لهم؟ هم هيسمعوكي دلوقتي كلهم يعني. بيعترض على حاجات كتير. احكي اديني حاجه منهم. ايه؟ اديني حاجه من بيعترضوا على حاجات كتير. يعني بيعترضوا على الموبايل قوي بقى والحاجات دي جدا. طب انت بتعملي ايه لما بيعترضوا يا منى؟ يعني بحاول افهمهم وجهه نظري وبنحل الموضوع مع بعض، يعني هما بيفهموا مني يعني. طب اعتراضهم يا منى بيبقى تحكم وخلاص ولا مثلا يعني بيعترضوا ليه؟ بيبقى تحكم زياده يعني. ده اللي انا شايفاه الصراحه. مش خوف مثلا؟ مش ممكن نسميها خوف؟ مش عارف، ممكن. بصي انا هقول لك على حاجه، هو يعني احنا كلنا كل جيلنا دلوقتي الامهات امنوا تماما ان موضوع الموبايل ده مهم جدا جدا بالنسبه لاولادهم، بس هي الفكره طبعا عشان زي ما جانا قالت اكدت نقطه كويسه قوي، ان احنا لينا تفكيرنا يا منى، وان احنا ما عشناش موضوع الموبايلات زي ما هو حاليا، فبنبقى شايفينه مثلا بيضيع الوقت، فبنبقى شايفين انه مثلا في حاجات خطر. وزي ما روان قالت ان لو انت اثبتت لهم ان انت مثلا متفوقه في دراستك، شايفه المسؤوليه اللي عليكي في البيت مثلا، خلاص هم هيبقوا مطمنين، وكل حاجه بيبقى لها حد يعني. مظبوط؟ ايوه مظبوط. انا ممكن اطلب طلب؟ اتفضلي طبعا.
هو ماما عندها قناة طبخ وكده، ونفسي يعني انها تتواصل مع حضرتك او تطلع يعني في البرنامج. بصي ممكن تسيبي تليفونك ان شاء الله في الاعداد، القناة فيها برامج كتير وتقدر تدلك على البرنامج اللي والدتك تتوجه ليه ان شاء الله. شكرا يا منى. طيب خليني اكلم جنى. جنى قولي لي، انا الهواية بالنسبة لي ايه هوايتك؟ انا بكتب. اهلك شايفين الهواية دي ايه، حاجة ايجابية ولا سلبية؟ هو على حسب يعني، هو كانوا بيدعموني قوي في الموضوع ده، وهما كمان فتحوا لي ابواب كتيرة يعني ما كنتش عارف ان انا افتحها من غيرهم، بس هو في نفس الوقت يعني ممكن شايفين ممكن ان انا اكون بضيع وقت بالموضوع ده وكده. طب انت يعني ازاي، ايه اللي عملتيه تقولي لهم مثلا لا ده انا مثلا لا ما بضيعش وقت؟ هي تضييع الوقت ده بيبقى في فترة الدراسة اكيد يعني. هو كله في فترة الدراسة، انا فترة حياتية اصلا دراسة يعني. بس يعني اول ما اكون مش عارف. بس انت عجبتيني في كلمة ان هم بيدعموكي، عملوا لك ايه مثلا، ايه اللي الاهل دعموكي فيه في موضوع الدراسة؟ هو بابا اصلا هو اللي كان عرض اصلا عليا الموضوع يعني. هو كان اداني اصلا القصص، ما انت عشان تكتب لازم تقرا طبعا. طب بتقري لمين يا جنى؟ نعم بتقري لمين؟ في ابس بتقرا بيها، وات باد او قصص عاديه يعني. لا ايه اكتر حاجه بتحبي تقريها يعني مثلا؟ نوع القرايه فان فيكشن. اوكي دي عباره عن انه انت لو بتحب حاجه ممكن انت يعني شخص مثلا او كده، ممكن انت بتكتب قصص عن الشخص ده زي حاجات خياليه مثلا او كده. بس انا دي تخصصي يعني اتمنى ان شاء الله ان انت لو قدرتي تثبتي لاهلك ان انت دراستك فيها كويسه ان شاء الله اكيد هم هيدعموكي اكتر واكتر. صح. ايه رايك يا يوسف في الكلام ده؟ لو انت عندك هوايه. انا بلعب سله، المفروض باين على طول يعني. ما شاء الله. وبابا كان وهو صغير كان بيلعب سله، فهو يعني فاهم ان انا اللي بحبها يعني، وبيدعمني جدا. ومثلا اي حاجه جديده تحصل بروح احكيها له، هو اول واحد. فيعني لا بيدعمني جامد، لان هو برده عارف ومامتي كمان ان في بالانس ما بين المذاكره صح وحياتي الشخصية ايا كان بقى، هواية مثلا بخرج كده. بالذات اني كمان دي رياضة فمفيدة ليا. طبعا طبعا. فلا في دعم من ناحيتين. بصي يوسف يعني كمان الهواية يعني ممارسة الرياضة غير المزايا بتاعتها والحاجة الصحية، فهي بتشغل وقت جامد يعني بتعمل زي ما انت قلت، بتعمل بالانس ما بين ان انا اقضي وقتي كله على الموبايل او على الانترنت، او ان انا اعمل حاجة صحية اقدر امارسها. خلينا نستقبل مكالمة. ازيك يا مالك؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ الو. ايوه يا مالك، عندك كام سنه؟ 14. في سنه كام؟ ثالثه اعدادي. اونلاين يا مالك، بتشتغل اونلاين ولا بتروح المدرسه؟ الاثنين. انت ايه بالنسبه لك موضوع الاونلاين بالنسبه لك ايه يا مالك؟ هو يعني تمام يعني كويس يعني، و ما فيهوش مشاكل يعني. انت بتفضل انهي، الدراسه ولا الاونلاين؟ لا اونلاين. اونلاين ليه بقى يا مالك؟ قول لي. لان الاونلاين يعني بقدر ان انا مثلا اسجل حصص واذاكرها في اي وقت. المدرسين بيشتكوا يا مالك ان في بعض الطلبه بيبقوا فاتحين الاونلاين وفاتحين ابس ثانيه جنبها، ايه رايك انت في الكلام ده؟ انا رايي ان الكلام ده ما بيحصلش عندنا في المدرسه. اوكي انا سعيده جدا يا مالك باتصالك، وتابع بقيه الحلقه ان شاء الله. صوفيا احنا كنا اتناقشنا في موضوع الاونلاين والدراسه، وقلتي لي لا ان انا اروح المدرسه ده افضل. ليه؟ هو ان انت لما تيجي تروحي المدرسه بتشوفي صحابك كل يوم، وتشوفي زمايلك، وتشوفي المدرسين بتوعك، واحنا في الكلاس نفسه بتبقي قاعدة كده مع زمايلك، وتبقي حاسة بجو المدرسة والتعليم وكده. وغير برضو كده بيبقى فيه مثلا زي اكتيفيتي او جروب ورك او كده، وهو برضو غير ان هو ناحية تعليمية هو برضو التيم ورك، وده حاجة اساسية جدا، بينمي مهارات تواصل عندكم. بالظبط. لكن الاونلاين مثلا كل واحد قاعد في حتة، مش قاعدين مع بعض، مش شايفين المدرس يعني، ما بيبقاش فيه تواصل ما بيننا اكتر. روان اولى جامعة. اولى جامعه متهيالي يا روان كان حلمك يعني في موضوع الدراسه ان انت لما تدخلي جامعه ده عالم تاني بالنسبه لي. صدمتي بموضوع الاونلاين؟ بتاخدي اونلاين؟ باخد 3 ايام وبنزل يومين. طيب عارفه تتعاملي في موضوع الجامعه بالنسبه لموضوع الاونلاين؟
يعني اه على اساس ان في بالنسبة لي محاضرة؟ عادي، لان انا اصلا في ثانوية عامة كنت باخد حاجات اونلاين، يعني كان كل يوم اونلاين، فبالنسبة لي الجامعة مش حاجة جديدة ان انا استعمل اونلاين وكده. بس موضوع 3 ايام ده كويس، على الاقل ان انت خدتي دخلتي جو الجامعة، قعدتي في المدرج، حضرتي سكاشن. دي حقيقة. ايه الفرق يعني، انت مجتمع الجامعة بالنسبة لك وان انت تتنقلي لمرحلة الشباب، حسيتي بإيه؟ هي حاجة غريبة، هي experience حلوة بس نفس الوقت حاجة غريبة، لأن مفيش صحاب، صحابك اللي في المدرسة طبعا مش معاكي، ناس جديدة، كل واحد شخصيته بقى جديدة، أنا مثلا شخصيتي غير شخصية الناس، فهتبقى حاجة صعبة قوي إن انتي لسه هتكوني صحاب، فدي غريبة. بس كجامعة و experience تانية لأ، هي حلوة يعني، حاجات حلوة نتعلمها يعني. طيب انتوا الأربعة اوكي، لو احنا دلوقتي كل واحد فيكم قال له، يعني قلنا له انت هتمسك وزارة في البلد وهتقدر تغير حاجة، ليك الصلاحية ان انت تغير حاجة، نبدأ بيوسف، هتمسك وزارة ايه يا يوسف؟ انا لو هغير ممكن احتمال كبير مثلا وزارة الصحة، هتعمل ايه؟ يعني الوعي اصلا المفروض يتنشر اكتر من كده، المفروض يبقى في وعي اكتر من كده، يعني طبعا غير كورونا عامة وعي في حاجات كتير جدا، المفروض يبقى في صحة يعني اكلك تعرف تاكل ازاي، ده عن طريق ايه؟ يعني انت هتنشره للناس عن طريق ايه؟ في طبعا دعاية اعلانات، يعني زي ما دلوقتي في اعلانات لكورونا المفروض في عامة دعاية للصحة. يعني انت دلوقتي بتتكلم على وزارة الصحة، ان انت شايف ان نقطة الضعف حاليا هي عدم الوعي، ولو اني دلوقتي انا بشوف اعلانات كتير يعني أيوة. توعوية بتنصح الناس وتقول لهم يعني. ما الحمد لله موضوع كورونا زود الموضوع ده جدا، طبعا يعني طبعا قبل الكورونا ما كانش في حاجات كتير قوي عن الصحة وكده. في فكر جديد طلع. روان، ما انا ممكن بقى سياحة، ايه اللي انت شايفاه في نقطة ضعف حاليا هنا، احنا يعني حاليا دلوقتي احنا مش قادرين ننمي السياحة بس، وايه خطتك ان انت تطوري السياحة في البلد؟ لا ممكن بقى اول حاجة ممكن نخفض بقى التيكتس، نقدر اصلا الناس تسافر. دي بتتكلمي على السياحة الداخلية طبعا. والخارجية برضو، هي في الحالتين تيكتس وغالية، فان هو احنا كده مش بنخلي حتى الاجانب ييجوا. اوكي يعني. جنى، انا اسفه روان، جنى وزارة تعليم. ايه البوينت اللي انت عايزه تعمليها هو ان احنا نستخدم بس موضوع الاعلام ده في ان احنا نوعي الناس ونوسع مدارك الناس، وحاجه زي كده المفروض ان انت تستخدم الاعلام في اتجاه ايجابي، ان هو يوسع مدارك الناس عامه، يعني يقول لهم حاجات. صوفيا، وزاره التربيه والتعليم برضو. عشان انا بما اني انا طالبه فعارفه ايه المشاكل اللي احنا كطلبه ممكن بنمر بيها، ممكن اشوف يعني ايه الرأي الاغلبيه اللي هو ايه المشاكل وتدرسيه او ممكن برضه نقلل المناهج وكده. اشكرك جدا جدا، كانت حلقه جميله جدا، واتمنى ان شاء الله ان ربنا يحقق لكم كل اللي انتم عايزينه. انا سعيده جدا بالشباب اللي معايا دلوقتي، دول يعني ان شاء الله نقطه قوه للمجتمع ونقطه تطور للمجتمع، واكيد ان شاء الله هنتقابل في حلقات تانية كتير هنتكلم عن مشاكلهم وعن طموحهم وعن احلامهم. انا سعيده جدا بالحلقه النهارده، وباذن الله اشوفكم في حلقه جديده باذن الله من ايامنا الحلوه.